السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال شباب؟ رجعنا لكم مقطع جديد. مقطعنا اليوم تكملة بناء كانيفالي أو وادي الدوها مع حرف البي. أكيد يعني آخر مرة بنينا حرف الـ A، وأكيد كان المقطع طويل شوي لأنه زي ما تشايفين الـ A مساحة كبيرة. كبناء أخذ مع سامي 5000 قطعة حديد يا سامي، صح يومها؟ 6000 تقريبا، 6000 قطعة يعني مع تفخيخ مع هذا، فيعني اكيد المقطع طويل. طبعا بالاخر او اخر شيء يعني كثرة البنى وما بنى نسينا هاي المنطقة نفخخها، فحبينا نورجيكم هاي هيك كيف التفخيخ. اكيد واكيد اللي نسيناها عرفوا الناس يفخخوها، بتزيدوا هاي القطعة في هذا المثلث في هذا الشكل فقط. خلينا اليوم نبدأ مع حرف البي مع بنائه كامل كامل مع تسكيراته مع الرسبونات العشوائية. فبسم الله نبدأ مع سامي. يلا يا سامي روح يا كبير. يلا. طبعا بالنسبة للبناء زي ما كلياتكم عارفين اللي هو أنا يعني بتفرج على سامي وسامي ببني براحته، وأكيد يعني كل واحد بيقدر، قلنا لكم اللي هو بفوت على اليوتيوب يبطئ سرعة الفيديو بيقدر يبني البناء يعني زي ما بده. طبعا بالنسبة لهذا التنل يا سامي، خلينا ننبههم ثواني شوي. بالنسبة لهذا التنل انا ليش ما كسرته يا شباب؟ لانه في حيطان هون عندنا اذا كسرتها ما راح تقدر تبني فيها، او هو جلتش من اللعبة او هم لغوهم اللعبة فما بنعرف. فخلص انا خليته زي ما هو على افخاخه القديمة، فاحنا اوريدي راح نلغي. فبنرجع بنكمل هاي يعني معلومة للناس انك اذا كان عندك هذا الاشي مبني لا تكسره، لانه هذا اصلا التنل حيلتغى وما حندخل عليه زومبي ابدا. اوكي هون مربع مثلث سكره، وهون اكيد حيبلش سامي بالتسكير المعتاد يعني زي ما تشايفين بتسكره بهذا الشكل. اوكي درج حيطة درج حيطة درج حيطة، خلص هون مستحيل يفكر الزومبي ابدا يدخل عنا بهاي المنطقة. اوكي بنيجي لهون. اوكي هون اضاف جدارين، قول لي يا سامي عشان اجي عندك كمان شوي. اوكي تمام. اوكي كلها تسكير بالشمس، كلها تسكير كامل يعني ما في اي رسبون عشوائي عندهم بالاسقف فوق او هون وهون، يمشي عندهم على الاسطح حيكون. اوكي هون نزل نزلة مع حطين مع ارضيات فرد، هون سكر سكر هون سكرها. هذول خلان مفتوحات بحالة لو اجى رسبونات عشوائية او اشي ينزل ينزل من هون. تمام يعني هاي مبينة كيف او ليش ظلت مفتوحة. هون هون بلش فيه تسكيرة يعني اذا صار فيه رسبونات تسكيرة يضطروا ينزلوا من هناك زي بهذا الشكل. تسكيرة سكرها، هذه التسكيرة خلصنا. اوكي يعني البناء حيكون قليل معانا على حرف البي. نيجي على التسكيرة اللي بعدها نسكرها، هذه تكون حق الامبليفاير الثاني وحق هالامبليفاير. اوكي اوكي تمام، يعني هاي بتكون شاملة مع الامبليفاير هذا المو مفعل يا سامي. يب الاثنين الاثنين مع بعض. اوكي تمام حلو. طبعا شايفين كيف تسكير. طبعا انت اذا بدك يعني بدل الدرج مثلث وتعمل له ايديت هذا الشيء بيرجع لك كمان، يعني مو شرط انك درج زينا، في ناس بتحب المثلث تعمل له ايديت بكون. اوكي وهيك سكرها هيك يم قضاها عليهم التسكيرة هاي. يلا بنيجي لهون. سقف سقف اوكي هاي بنلغيها القطعة ثواني شوي سامي لا تبني اي شيء. اوكي وهون نزل حيطين وهون نزل حيطين من فوق من السقف. اوكي وهون تسكيرة حتكون تمام حلو. هيك الجهة من هاي الجهة البي خلاص هيك جاهز البنى تبعها. اي خلصنا. اوكي يلا بنيجي لهاي الجهة. هاي الجهة اصلا اوريدي مفخخة عنا من اول يعني، بس بدنا نلغيها يعني فيها شوية افخاخ من اول اللي هي الغاز السقف اللي قلنا لكم لما يكسروا ابو جرة بيطلع فخ العجال يعني بينكشف معاكم. اللي معاه موارد زيادة بيعملها، اللي ما بده بحط افخاخ او الافخاخ اللي قلنا لكم اللي هي العجال تقدر تعملها فول ديربيلتي يعني. اما بالناس اللي عندها
الدربلتي عالية، بيقدروا يعملوها فرصة وضرر. على بداية المقطع اللي ورناكم نوعين من الأفخاخ للعجال اللي بتقدروا تستخدموهم. هاي هي التسكيرات اللي صارت هون عندنا. بننتقل على الرسوان اللي بعده اللي راح يجينا من جهة الأن. اوكي سلام. طبعا انا هذول الشجرات يا اخوان بحبش اكسرهن. انا عندي اكتبونا في الكومنتات اذا في ناس زيي بحبوش يكسروهن. فاتوقع الكل بحب اول ما يفوت على كاني فالي او اي مكان. طبعا هون شايفين كيف بنا هون. ثواني شوي سامي. بنا هاي بعدين مربع بعدين هاي ومشي هون ثلاث مربعات بمربعين وصلهن مع هذا البنى اصلا بانيينه مع الامبليفاير اللي هو الاي. يعني مبني اصلا اوريدي منه شوي يعني. يعني هذا الرسبون بيشتغل على رسبونين يعني. مو رسبون واحد، على رسبونين حيشتغل. اوكي هون سكره بدرج وهون سكره بدرج. هون كمان درج زي هيك وهون سكرها بحيط. تمام. هني نحط مثلثين. مثلثين بالشكل مع تسكيرة مربع. حلو. هون عشان السماشرات او ما يصيرش في شحن للسماشرات يشوف انه في اشي ورا الجدار انه يضطر يجي لهون. اصلا كويس اذا بوصل لسماشر. اوكي هني. اوكي الشكل شجرة مش راح اكسرها يا سامي يعني. ايه لا نخليها ماكو مشكلة. هاي الشجرات هذولا يعني قواصي هذول الشجرات. اوكي طبعا حق اخر سبون عشوائي بس نسكره ونبلش نفخ. يلا اوكي خلينا نروح على اخر سبون عشوائي معانا نلحق سامي نشوف. هي الرسبون العشوائي. اوكي هون راح يكون في عندنا رسبون عشوائي. حلو. هو كاني فالي ما دام خلص سيطرت على الرسبونات العشوائيه اللي بيكون فيها بتكون ايزي جدا عليك. هيك خلص سيطرنا على الرسبون العشوائي مع مثلث معمول له ايديت هيك 100%. وهني بس نتصل ونبني لي فوق عشان الفلينجر ما يوصل من هنا. يا عيني عليك. يعني بحاله لو اجى الفلينجر بده ينزل هون ويقعد يرمي على الامبليفاير بي بوصل فعنده حيطه كامله من هون ما بده يضطر ينزل هون. ينزل هون وبده يمشي من هون طلع كل الدنيا مسكر عليه وينزل من هون يعني يضطر فيش مجال له سكر عليه كل السبل حتكون. اوكي حاليا نبدا نبلش تفخيخ. نبلش تفخيخ من هون يا سامي. اوكي هون حيكون عندنا بوكس. يلا يا سلام. اكيد لازقوا فون عجال عشان اذا اجى على الرسبون هيك خلص انقضى عليهم اصلا. ننزل هني تحت. ننزل هون عندنا تحت. هون كلياتها كفرات حق تكون الاسقف. اوكي كفر كفر. بوكس بوكس هون البوكس بيضرب لهذاك هذاك البوكس بيرمي يعني معروف كيف النظام حيكون. اوكي تحط هني قطع انكريس بيلدينج هيلث مثلا. انكريس بيلدينج هيلث. اوكي حالة لو صار في تكسير اشي صار انه يكون في هون اشي يساعد. اوكي انا بوكس انا بوكس. قراصنة قراصنة. والدينامو الكتريك دابر والوالدارت. دينامو قراصنة قراصنة. طبعا بالنسبة يا شباب يعني مثلا اذا ما عندك او مش مطور السيلينج زابر عادي بتقدر تحط الكتريك سيلينج يعني مو شرط انه اكيد يعني ما دامك موصل لمراحل التفخيخ هاي اكيد عارف انك ايش الافخاخ اللي ممكن تكون بديلة لإلها يعني. فاحنا قاعدين بنحط الافضل يعني اللي بده يطبق بيطبق اللي ما بده يطبق عادي بيقدر انه يختصر بهذا الاشي يعني. كل واحد بيرجع له هذا الشيء. اوكي هنا افخاخ الصوت الاربعة لانه اذا اجى ابو جرة يكون شغال عليهم 100%. هون البوكس اذا اجى حدا اجى من هون البوكس بيرميه لهنا. هون عندنا وول دارت. عندنا شوك ارضي. وول دارت. وول دارت هون عشان المسافة هاي الطويلة يضلوا شغال عليهم يعني. هون عندنا قراصنة قراصنة. هون المنطقة كلها حتكون قراصنة اعدام عليهم هون. يم اربعة قراصنة هون اعدام عليهم. وول دينامو وول دينامو وول دينامو. وول داينو. اوكي حلو.
نفط نفط نفط، وهاي حتكون معانا شوك الأرض. تقدر تضيف هالطوف، الطوف خلي الشغل أوكي. أفضل عشان عملية تأخير، لو وصلوا بحالة إنهم قدروا يوصلوا بتزيد هاي الحيطان اللي بتعملها إيدت بشكل طولي لأنك تحاول إنك تأخر. هون اثنين سيلينج زابا أوكي، كلها كفرات، هون كلياته كفرات حيكون، كله كفرات فول ديربلتي يا شباب. اوكي هذا اوكي، تمام تمام يا سلام يا سلام. هيك اتوقع كله لازقوا في هذا يا سامي، هذا اللي هون طلعت واحد. ايوه طبعا هني تقدر تضيف قطعة زيادة لكن ما تفرق، احنا هني راح نضيفهم. اوكي منضيفهم عشان انه خلص اللي بده يضيفها بضيفها، اللي ما بده يضيفها ما بضيفها، بس اكيد الافضل انك تضيفها يعني لو انت حابب. يعني هني التسكيرات تحط فخ الغاز، اها هذه للطوف فقط حق هذا الامبليفاير لازم نسويهم عشان نجملهم، ونحط فخ الشوك هيلز. أوكي. يهيل هيلز ايه. اوكي بحالة لو ما عنده حاطه انكريز هيلث بيلد عادي يحط الانكريز، وبيجي مثلا اذا لقى متدمج يعمل له ريبير للمبنى. يعني نضيف طبقة زيادة كذي خلصنا. هيك المثلثات وهيك البناء كامل مع تفخيخه جاهز معانا لحرف البي. يعني زي ما شفتوا البناء اصلا كان مبني شوي منه اصلا من الال من هذيك الاتجاه من اتجاه الان، والبي من اتجاه الاي مع الرسبونات العشوائيه والاشياء والشيء اللي نسيناه خبرناكم عنه. فلهون يعني بكون اكيد يعني وصلنا لنهايه مقطعنا، اتمنى انكم استفدتوا واستمتعتوا معنا، اكتبونا رايكم في الكومنتات، واكيد حرف السي حينزل اول ما ينزل الفيديو زي ما قلنا لكم يوم بعد يوم حتنزل المقاطع. وان شاء الله في هذا الامبليفاير اللي هون في ناس مفعلين ومتورطين فيه بإذن الله بعد ما نخلص حرف السي حننزلكم عن الأمبليفاير هذا. فلا تنسوا كود الدعم إذا حابين تدعمونا X90. يعطيك ألف عافية يا سامي ما قصرت، وإن شاء الله نراكم في مقاطع جديدة، ويعطيكم ألف ألف عافية.